متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد بكم اللقاء هنا من مدينة طنجة عروسة الشمال، بينما كنا نتجول في الأسواق الشعبية هنا بالمدينة كسوق حومتشوك، كسوق درادب وما شابه ذلك، نجد ارتفاعا مهولا في غلاء الأسعار كالفلفل والطماطم، ناهيك عن الزيادات في أسعار المحروقات بالمغرب والتي وصلت إلى ثمن مهول صراحة. وأيضا تصادفنا مع واحد من الشعب اللي بغينا نسولوه على هذا الموضوع هذا، وعلى ما أعتقد أنه واحد من الناس اللي عندهم حرق على الوطن ديالهم، أي هضرنا على هذا الموضوع هذا، شنو الحلول، شكون المسؤول على هذا الشيء، وشنو نقدروا نعملوا باش نتفادوا هاد الأسعار المهولة. مرحبا بك. السلام عليكم، تشرفنا باللقاء ديالكم ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع المغاربه. شكرا جزيلا، الله يجازيك بخير. عرفنا عليك. الاسم ديالي احمد. سيدي احمد مرحبا بك. مرحبا، الله يكبر بك. سيدي احمد، شفنا اليوم في الاسواق المغربيه الفلفل اللي كان كيتقلى ولا هو اللي كيقلب نادم وصل 20 درهم. بطبيعه الحال بحال اللي قلتي ولا كيقلي الشعب. وحتى هو راه كثرنا عليه فعلا، نقصوا له شويه من السخانه ونخليوه عند الخضار، هو كيدبل دغيان، خليوه يدبل فعلا، والثمن ديالو خيالي يرجع. وملي يدبل غيرجع الثمن ديالو الحقيقي اللي هو كنا كنعرفوه بثلاثة دراهم، وكنا كناخذوه صراحة غير آخر مرة شريتي الفلفل. واش نقول لك قبل ما نسمع باللي هو غالي يعني في مؤخرا جبرته عند لقيته عند البقال يعني عند الخضر ب 18 درهم، ما خديتوش فراسك شي وصل 20 درهم. وكرت شي وصل اكثر باش الناس تزيد تعيق وتخلي شويه تما يدبال بصح. ولكن دابا السؤال اللي كيبقى مطروح، عيطرحوا عليا لا بزاف باش يعادلوا لنا البيتزا في رمضان. واش نقول لك انا بالنسبه لي اللي ماشي ضروري، و سقتيني على بالنسبه للبيتزا ما ماشي ضحي شي حاجه ضروريه، احنا كبرنا بالخبز ديال الشعير شنو وقال الحمد لله بخير، ما عندناش مشكل زيت العود وخبز بلديه هانيه، ماشي ضروريه بيتزا. دابا كتقولنا خليو الفلفل يدبل، نخليو الفلفل ونخليو معاه حتى بيتزا. واحد الماطيشه اللي كنعدلوا بها الحريره، والحريره شي حاجه اللي ما نقدروش نتخلوا عليها في مائده الافطار المغربي، راه تراث هذا. وراهما تجمعوا بجوج في البيتزا طماطيشه، دونك نقطعوهم بجوج باش نتهناو. والحريره والحريره نصبروا معها شويه، ما يعني نديروا صوبه. يديروا الناس الحريره ديال السميده ولا التشيشه، يصبروا شويه على هاد الماطيشه، راه حتى ما ترجع للوضع ديالها اللي هو معروف ومتداول عند الناس. حنايا ماطيشه راه معروفه عندنا بثلاثه دراهم وجوج دراهم. دابا بيني وبينك كتقولنا نخليوها تدبال وتخماج وكذا، انت واش عندك ماطيشه في الدار؟ عندي، ولكن يعني الكميه اللي كنت كنجيب ما بقيتش كنجيبها، يعني كنجيب لها يعني داكشي اللي هو يعني اللي ضروري بزاف. مثلا كنا كنشريو 4 كيلو، دابا نشريو غير كيلو. بما انك انسان متزوج وربما تكون يعني يوميا ولا بشكل اسبوعي كتسخر للدار، شنو هما المواد اللي بانوا لك طلعوا دابا مؤخرا من غير ماطيشه والفلفل؟ واش نقول لك انا بالنسبه لي والله ما بقيت كناخذ يعني بعين الاعتبار شنو اللي تزاد، حيت كل نهار كتفيق كتجبر واحد الزياده، يعني واحد كل نهار كتسمع شي زياده، ما حتى ولينا ما بقيناش كنسقسيو شنو تزاد. صح صح. دابا لا لا، في نظرك واش الغازوال اللي كيقولوا انه طلع واش كيلعب شي دور مهم في هذه الماطيشه والفلفل؟ واش نقول لك يعني بالنسبه للفهم اللي كنشوف فيه انا، بلي انا لان الناطق الرسمي ديال الحكومه قال بلي انه غيدعموا القطاع ديال النقل واللوجيستيك والناس اللي عندهم العلاقه بالمحروقات غيدعموهم، ما عدا الناس اللي عندهم السيارات ديالهم، يعني ما خصوش يكون ما خصهمش يقولوا بلي ان هذا الشيء هذا عنده العلاقه مع النقل. فعلا. لان مادام الدوله كتدعم الناس ديال النقل واللوجيستيك راه ما خصهاش اي حاجه نسقوها مع النقل، الدوله كتدعمهم دونك يعني ما خصهاش تكون هذه الزياده ويربطوها مع النقل. ماشي حاجه ماشي مفهومه، واللي ما اللي كيزيد يخليني هو ان الحاجه ما مفهومهش هي ان غير الاثمنه ديال المنطقه ديال الشمال بالخصوص المدينه العزيزه علينا طنجه، ماشي هما الاثمنه اللي كاينين في الجنوب، يعني مثلا في الجنوب كتجبر واحد الفرق ديال 8 حتى 10 دراهم في الكيلو بزاف. صح، يعني الفلفله يعني في اكادير دابا تلقاها ما 8 دراهم 10 دراهم الى غاليه، يعني كاين فرق. كاين فرق، واخا نديروا لها النقل واش يعني من اكادير لطنجه 8 دراهم راه بزاف. صح، واخا تدخل الربح ديال البائع وتدخل النقل ديالها وكذا، راه يعني واحد كاين واحد الفرق بزاف ما مفهومش. صح. الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا كيقولوه ما السبب، هي السبب
الغازوال رجع لبلاصتو، يعني تقريبا رجع للثمن ديالو، هو ماشي الا المغرب. واش نقول لك صراحه الله، يعني هاد الحكومه الجديده ما مفهوماش، حيتاش علاش؟ يعني بحال اللي قلتي انت، السعر ديال الغازوال راه سمعنا كامل بلي ان في جميع الدول وفي الثمن ديال البرميل راه نقص، حنايا كل نهار كيتزاد، يعني ما بقى لنا غير كل واحد ينزل الطوموبيل ديالو يرتاح ويتمشى على رجلو ولا يبقى في بلاصتو. الطوموبيل ديالك فين عملتيها؟ صراحه خليتها في الدار، جيت على رجلي. مزيان مزيان، المهم مزيانه للصحه. واه مزيانه بالحق، ما تطولش، الا طولت راه بزاف. صح الضرر. واه بزاف. سيدي احمد، في نظرك شكون اللي مسؤول على هاد الغلاء الاسعار وكذا؟ لم مع من غنهضروا ولم من غنطالبوا؟ وكل حاجه يعني كنقولوا حنايا، راه كل سفينه راه عندها السائق ديالها. طبعا طبعا. بالنسبه لحنايا المغرب، راه عندنا الحكومه ديالنا اللي كيتراسها السي عزيز اخنوش، هو اللي مسؤول، يعني هو اللي خصو يعني يناقش ويشوف الوضع ويشوف كيفاش يحلل هذا الشيء هذا، لان هو كان واعد الناس بزاف بالحاجات، ما شفنا منهم والو. من النهار اللي جا شفنا غير الزياده في كلش، من النهار اللي صبحت هذه الحكومه ما شفنا غير الزياده صراحه الله، ما شفنا حتى شي حاجه من داك الشيء اللي كان كيقول. ودابا ندخلوا في شي حوايج اللي راه انجي في مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك اسيدي ربما كيعاودنا التربيه. واش نقول لك بالنسبه لاعاده التربيه؟ هي مزيان كل واحد يعاود التربيه لراسو، مره اخرى تعلمو، لان علاش؟ راه صاحب الجلاله الله ينصرو كان قال لنا بلي ان اي واحد خصو يكون مسؤول في الاختيار ديالو. صح صح، هذه حنا اختاريناه. صح حنا، انا بالنسبه لي صوت الحزب ديالو اختاريناه، الا بغى يعاودنا التربيه يعاودها لنا. علاش صوتي الحزب ديالو؟ وثقنا فيه، وكنا كرهنا صراحه ديك الحزب ديال العداله والتنميه، تقنا في هاد الناس هادو. دابا اسمح لي، ما بقيناش عارفين. دابا الى رجعنا هادي واحد، رجعنا للايام ديال الانتخابات. نعم. وعارف ان هادشي كان غيكون، واش كنتي تصوت على اخنوش؟ واش نقول لك؟ يعني الصراحه الله، انا دائما الثقه ديالي دائما كاينه في السياسه اللي كينهجها صاحب الجلاله. فعلا هو اللي كنثقوا فيه بوحدو في المغرب. فعلا. الله يخلي لنا والله يحفظه لنا، وكنقولوا له من هذا المنبر رمضان مبارك، ونطلبوا منه من هذا المنبر انه يشوف من حالنا. هاد الناس هادو راه ما بقاتش فيهم ثقه. وصلت بينا العظم. وصلت العظم. لا اله الا الله. شوف سيدنا فعلا كيشتغل بصمت، ودابا العلاقه المغرب مع اسبانيا هاي الحمد لله رجع الارض للوجود، الحدود مع مليليا وسبتة عاد تفتح ان شاء الله، وخاصه الشمال عين تعش اقتصاديا، وسبتة ومليليا كيلعبوا واحد الدور مهم جدا، وهذا من السياسات الناجحه لصاحب الجلاله. ان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله. واش نقول لك؟ بحال اللي كنقول لك، السياسه الوحيده اللي كنثقوا فيها هي ديال صاحب الجلاله. حنا فرحانين بهاد يعني بهاد نقولوا حنا اعاده العلاقات مع الدوله الاسبانيه، وبطريقه باش ترجعوا العلاقات ديالهم، وبنت الدوله المغربيه بلي ان عندها الكلمه ديالها. فعلا. وعندنا واحد الرجاء من الله سبحانه وتعالى، يعني بهاد اعاده العلاقات حتى هي تشكل واحد الانتعاش على منطقه الشمال، راه هي معروفه كتنتعش مع فتح الحدود. صح و... صح صح. ويجيو ان شاء الله الناس على برا حتى هما يروجوا علينا، راه تما شويه صلات العظم عاود حتى هما ربما راه حتى هما مسكنوا صلات فيهم العظم. صح, صح. ولكن ان شاء الله يكون خير. سيدي احمد شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، الله فرصه سعيده هذه علينا وعليكم، ورمضان مبارك. ان شاء الله نتلاقاو شي مره ونجبروا الاثمنه ان شاء الله. اش نقول؟ رجاؤنا في الله، الرجاء ديالنا في الله وفي الملك ديالنا. لا لا فعلا فعلا، اما الباقي راه صراحه الله صافي، راه الله يجعل البركه. شكرا جزيلا سيدي، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، وشكرا بزاف، فرصه سعيده. اذا متابعينا الاوفياء، كان هذا واحد من ابناء الشعب المغربي اللي عندهم واحد الغير على الوطن ديالهم، فشكرا جزيلا للصراحه ديالك وللجرأه. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. اذا متابعينا الاوفياء، كيف ما قال لكم سيدي احمد، خليوها تدبل وما يكون غير الخير ان شاء الله. كنا معكم من مدينة طنجة، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.